أول مرة حفلة للكينج محمد منير ما تعجبنيش، وبالنسبة لي مش هي الأفضل على الإطلاق، والسبب مش في منير ولا في صوت منير ولا في أغاني محمد منير. طب إيه الأسباب اللي خلت الحفلة دي ما تعجبنيش أو بالنسبة لي مش هي أفضل حفلة للكينج محمد منير؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة اللي هتكلم فيه بصراحة عن إيجابيات الحفل وسلبيات الحفل واللي عجبني واللي ما عجبنيش من وجهة نظري الشخصية. تعالوا مع بعض نحلل ونشوف حفل الكينج محمد منير في جدة اللي أقيمت بالأمس. هنخش أولا في الحاجات اللي ما عجبتنيش شخصيا واللي كتير من الناس علقت عليها، وهي العدد بتاع الموسيقيين أو عدد عازفين حفل محمد منير في جدة، واللي كان عدد مهول جدا من العازفين والعازفات من مختلف الدول والجنسيات، وهو ده اللي عمل فجوة في انسجام العازفين مع بعض، بالرغم من ان هم عملوا بروفات قبل الحفل بكتير، وبالرغم من ان كل عازف قدامه نوتة موسيقية مكتوبة عشان يقدر يعزف الاغاني المكتوبة بالترتيب، ولكن ما كانش فيه روح الانسجام وروح الفن الموسيقي والعزف ما بينهم. بصراحة انا كنت سامع في اختلاف كبير في العزف، وكان في نشاز شويه في العزف، يعني خروج عن النص والنوتة المكتوبه. كان في خروج عن النص والنوتة المكتوبه في العزف، واحنا اللي كنا قاعدين في بيوتنا سامعين في حاجه مش مظبوطه. مش هي دي حفلات منير اللي متعودين عليها، مش هي دي روح حفلات الكينج محمد منير. مش بقلل من قيمة وشأن العازفين، بالعكس هما عازفين شطار جدا، وكل واحد شاطر في الآلة بتاعته، إذا كان الكمانجات أو العود أو الإيقاع أو الهرب أو الجيتارات، كل الناس دي شطار جدا وأحسن عازفين في الشرق الأوسط وفي العالم، بس ما كانش فيه انسجام وتوالف ما بينهم. ده اول سبب من الاسباب اللي خلتني اقول ان حفل محمد منير في جدة ما كانش هو الافضل على الاطلاق. تاني حاجة، وهي حاجة مهمة جدا، وهو الصوت. وهنا مش بتكلم على اداء محمد منير اللي كلنا عارفينه وعارفين عظمة الكينج في الاداء الصوتي والاداء الحركي والاحساس الفني العالي. أنا هنا بتكلم على الهندسة الصوتية اللي كانت معمولة في المايك اللي بيغني فيه محمد منير. وبصراحة اللي أنا كنت سامعه وأنا قاعد في البيت بتفرج على حفل محمد منير، صوت ناشف خالي من الفلاتر وخالي من الروح اللي فيها الهندسة الصوتية وفلاتر الريفيرب وفلاتر الديلي وفلاتر الهندسة الصوتية دي. تاني حاجة برضو في الصوت، إن ما كانش فيه ميكس ما بين الصوت والموسيقى، يعني تحس ان صوت محمد منير كان اقل بكتير من صوت الموسيقى. صوت الموسيقى كان طاغي على محمد منير وكان اعلى من صوت منير، وده ما يصحش. وهوضح برضو لحضراتكم يعني ايه اللي انا بقوله ده في حاجة بسيطة جدا. لما حضرتك بتيجي تسمع اغنية بتلاقي صوت الالات واضح وكمان صوت المطرب واضح، ما ينفعش يكون صوت الموسيقى هو اللي واضح وصوت المطرب مش باين او انت بتسمعه بالعافية. ده هنا اسمه التوزيع الموسيقي، وده فعلا اللي انا لاحظته في حفل محمد منير بجد، ان كان صوت منير مش واضح ومش مظبوط، وكان في حاجة كده غريبة، يعني تحس ان صوت منير مش هو ده. مش ده اللي احنا متعودين نسمعه من منير. بس بصراحة ما كانش غلط محمد منير، هو الغلط كان عن المسؤولين عن التوزيع والميكس والهندسة الصوتية على المسرح. هي شغلانة صعبة، بس هما اكيد فاهمين في شغلهم واكيد هما عارفين بيعملوا ايه، بس المرة دي فلتت منهم شوية، واكيد في ناس كتير قريبين علقوا على النقطة دي، لان احنا مفروض كمستمعين والجمهور اللي مش متواجد في الحفل يسمع صوت
منير نقي وواضح وكمان يسمع صوت الموسيقى واضحة ونقية، بس للأسف كان في دماغ مزيكا كده غريبة شوية، يعني تحس ان كان التركيز على العازفين وإظهار عزفهم، بس صوت منير كان مش واضح ومش باين بالنسبة للمستمعين اللي في البيوت. وأحلى حاجة عجبتني في حفل محمد منير في جدة هي طلة محمد منير دي اللي كلنا مستنينها، اللي كتير من عشاق الكينج محمد منير كانوا منتظرين يوم الحفل الجميل ده، واللي بصراحة أدى فيه منير أداء غير عادي، وتفاعل الجمهور السعودي في جدة كان تفاعل إبهار وتفاعل غريب جدا مع النجم الكينج محمد منير، معشوق الجماهير في كل أنحاء العالم. وأنا بصراحة شايف محمد منير السبب الحقيقي في نجاح الحفل، مع احترامي للموسيقيين والعازفين الكبار جدا والمايسترو العبقري هاني فرحات، بس بصراحة أنا ما حسيتش بانسجام ما بين الموسيقى وبعضها والموسيقى وصوت منير، فقلت رأيي بصراحة من وجهة نظري الفنية الخفيفة وعلى حسب ما سمعت فسرت وحللت الحفلة اللي في مجملها الكينج محمد منير. وبالرغم من ان الحفلة نجحت وكسرت الدنيا وعملت تفاعل كبير على السوشيال ميديا، بس بالنسبة لي انا اتمنى اشوف حفلة للكينج محمد منير افضل من كده وتكون في شكل احلى من كده يليق بمقام الكينج وتاريخه واغانيه اللي احنا كلنا تربينا عليها، مش بس جيلي وأجيال قبل مني وأجيال بعد مني. ده كان رأيي الشخصي بصراحة في حفل محمد منير اللي كانت امبارح في جدة، سواء تتفق معايا أو تختلف أتمنى تكتبلي رأيك في التعليقات بعد ما تسمع الحفل كويس، وشوف هل أنا صح في التحليل ده ولا غلط. واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير، ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. أنا مصطفى شريف ودي قناة نجم العاصمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلم